نتحدث في هذا اليوم عن العلم في القرآن لنعلم عظمة هذا القرآن. كلما رسخ الإنسان في العلم، كلما ثبته الله ولم يناقض شرع الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، حتى الراسخون من أهل الكتاب، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.